اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا هو الصديق الأكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. بلغني وكثيرا من الناس خبر وفاة شيخنا الحلبي رحمة الله تعالى عليه، فكان خبرا محزنا للنفوس موجعا للقلوب. الشيخ ما علمناه في زمان الغربة هذا إلا داعيا للحق، عاملا فيه، ناشرا له، باذلا فيه، وهو من طبقة الفضلاء والعلماء. أفدت وأفاد الناس بعامة، وطلبة العلم بخاصة في بلدنا وغيره منه علما كثيرا. ووالله لما سمعت بخبر موته المفاجئ ما كان مني إلا أن تذكرت قول الشافعي رحمه الله: ما يبلغني موت عالم، ما يبلغني موت رجل من أصحاب الحديث، إلا وكأني بتر مني عضو من أعضائي. موت العالم يا إخواني، موت عالم وجوده دعامة للدين. ونقص العلم والعلماء من الأرض من علامات الساعة، وهو من المصاب الجلل. حتى كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر نقص الأرض الذي ذكره الله في كتابه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كان إذا ذكر نقص الأرض في هذه الآية يقول: نقص الأرض موت العلماء وذهاب الفقهاء. فقد هذا الشيخ خطب جليل عند كل من عرف قدره في الدعوة. فالله نسأل أن يأجرنا في مصابنا فيه، وأن يخلفنا فيه خيرا. الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإنا على فراق أبي الحارث لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. ومما يعتصر له القلب ألبا وحزنا وأسا فقد قلمه السيال في الرد على أهل الكفر والعدوان وأهل الأهواء والزيغ والعصيان، وكل من عرف الشيخ وكتاباته وجهوده ومنهجه فإنه يعلم أن الرجل كان على ثغر عظيم من ثغور الإسلام والسنة، يصعب جدا أن تجد بعده من يسد مسده. وصدق الحسن البصري: موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة في الإسلام لا تسد ما طرد الليل والنهار. خالد بن عبد السلام الصدفي يقول رحمه الله: لما مات الليث بن سعد رأيت الناس في جنازته يبكون جميعا، كل الناس كانوا في جنازة الليث يبكون. قال: ويعزي بعضهم بعضا، فقلت: يا أبتي، كأن الناس جميعا فقدوا فقيدا، كأن كل واحد منهم فقد فقيدا عزيزا عليه. فقال: يا بني، كان الليث للناس والدا، كان الليث بن سعد للناس والدا وعالما كريما، حسن الأخلاق والعقل، كثير الفضل، لن ترى بعده مثله. هذا يمثل حال إخواننا البارحة لما كنا في الصلاة على الشيخ ودفنه.
كانوا كأنما نزل على كل واحد منهم بلاء عظيم في نفسه. وإن كان لي من كلمة أنصح بها إخوانه وطلابه وأحبابه وسائر المحسوبين عليه، أقول لهم: اتقوا الله في الشيخ، فإن بركم له الآن أعظم ثقلا على كواهلكم من بركم له أيام حياته. تحتاجون إلى حفظ منهجه ونشر علمه وبثه في الناس والعمل على السنة وتقريبها للمسلمين كما كان يفعل شيخكم. ولا يهولنكم كثرة المنافقين من الشامتين والفرحين، فهؤلاء لا وزن لهم، لا وزن لهم، لا قيمة لهم في ميزان العلم والعدل والشرف والمروءة. الشامتون لا قيمة لهم يا إخواني. لئن كان ذهب الحلبي فإن رب الحلبي حي لا يموت، وهو نصير الدين وكفيله، وهو القائم بهذه الدعوة. فوطنوا أنفسكم على الصبر وقول الحق. وكذلك أنصح إخوانه ومن كان في مثل طبقته أن يتقوا الله في هذه الدعوة. هذا أوان التآزر والتآلف والاجتماع. لا أظن الدعوة كانت في وقت من الأوقات أحوج منها لاجتماع قلوب المشايخ وعملهم منها في وقتنا هذا. اجتمعوا، تآلفوا، تعاضدوا، وانصروا هذه الدعوة، لعل طلابكم وسائر المحسوبين عليكم أيضا يجتمعون ويحب بعضهم بعضا. وأيضا يطيب لي أن أقول: ليس في نفسي على هذا الإنسان شيء إلا الخير، إلا حسن الظن والمودة في الله العظيم. وهل يكون غير ذلك من الولد لوالده؟ لقد علمنا الشيخ رحمه الله أن الأبوة الدينية الصادقة قد تربو في جوانب عن الأبوة الطينية. أبوة الإفادة قد تعلو على أبوة الولادة. وإن كان حملت نفسي في يوم عليه ونفخ الشيطان لأسباب، فقد طاب فؤادي له في هذه الأيام. والله أني لا أحمل له من النظر إلا ما يحمله المحب لحبيبه، لا أنظر له إلا من هذا الميزان. رحم الله الشيخ، قدم للدعوة، خدم الإسلام، وخدم السنة، وصنف، ونشر علما بلسانه وقلمه، وغطى جوانب من الدعوة لم يكد يقوم على تغطيتها أحد في وقته مثله. اللهم اغفر لعبدك علي وارحمه برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم لا تكله إلى عمله، وكله إلى رحمتك، إنه أحوج إلى رحمتك من كل شيء وهو تحت التراب، وأنت الغني عن عذابه. فتجاوز عنه يا الله، وارفع مكانته في عليين، وألحقه بشيوخنا ممن نحسبهم وأنت حسيبهم من الصادقين. اللهم واخلف هذه الدعوة، واخلف إخوانه وأهله به خيرا. اللهم واربط على قلوب أحبابه وأهله وأولاده وبناته. اللهم إنا نسألك أن تجعله من الناجين، وأن ترحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه. وبارك الله فيكم.